دقيقة اتمنى بالأول لازم يتمنى الأمنية تبعي اتحققت اليوم. بتروحي على المطبخ وما بتتحركي لحتى تنتهي الحفلة؟ ما فهمت ليش؟ أنا ما عم قلك لحتى تفهمي، بسرعة يلا روحي تحركي. تمام، وهلأ صار وقت الجاتو والهدايا كمان. كانت ليلة ما رح انساها طول عمري. بس انت شفت لي هاي الجرسونة اللي بتشبه مرته لأخي؟ هاي كانت مفاجأة السهرة. يلا امشوا تعبنا اليوم. روحوا انتوا بالحقكن. اه بترجاك، نحن الكل منعرف منيح ليش بدك تضل هون. بلاها بلاها شو امي؟ لا تقرب من هالبنت، هي مو ناز، ما رح اسمح ترجع من محل ما بلشت لأنها بتشبهها. بس أمي ما رح أرجع، رح أبدأ من الأول. ابني بترجاك يا أمي، أنت كان في إحساس جواتك وهذا الإحساس تحقق اليوم. أنا بهالليلة ولدت من جديد ورح أتنفس مرة تانية، لهيك رح ساوي يلي بدي إياه ولو لليلة واحدة بس. تركيني عيش لمرة. تعي يلا. من وين طلعت لنا هالبنت؟ اي نعم، هي بتشبهها كتير وهذا الشي عن جد خطير وبيخوف. يعني تخيل اخوك يتعلق فيها. لأحسن ما اتخيل، كل جهدي وخططي رح يروحوا بالهوى، لأنه أخي كان ينفعني أكثر وهو مجنون، وإذا هلأ أتحسن رح أخسر كل شيء. طيب طيب اهدى شوي، رح نحل القصة. عيد ميلاد سعيد. بتشكرك. عم يقول سيد فورال انه انا فورال. تشرفنا استاذ. وانتي شو اسمك؟ مالك اسم؟ انا هازال. هازال تفضل. شكرا لك. على شو؟ على كل شيء. يا شباب الباص رح يمشي فورا، هزال ونازلي وامري رح يبقوا هون والبقية حيروحوا. انا اسفة كتير سيد طارق، فيني روح معهم بالباص؟ مو انت بتعرف بيتي بعيد كتير. رح تضلي لانه اخدتي اذن الصبح. طيب في سيارة تانية حتجي ما؟ ايه طبعا. هازال ما في سيارة تانية لهون. شو يعني ما في سيارة؟ المدير قال لي. قال ما قدر يأمن. تعالي نامي عندي وبكرة منروح على الشغل. لا ما بقدر، أبي رح يعصب، رح قل له يجي لياخدني. طيب لكن تصبحي على خير. تصبحوا على خير. يا الله رد بابا رد. يلا بابا. شو نسيوكي هون؟ ايه تقريبا اتصلت بأبي هلأ بيرد رح يجي وياخدني.
لك ليش ما عم يرد؟ طيب أنا بوصلك إذا بدك. لا يسلموا، أنا بلاقي طريقة وبروح. يسلموا إيديك. لوين بدك تروحي؟ على إلدر. طيب اركبي لكن. بتشكرك كتير، أنا بدبر حالي، لا تاكل هم. بس أبوكي حيطول ليوصل من إلدر لهون، وما عاد صفي حدا، شو بدك تعملي لحالك؟ يعني السيارة فاضية، ما رح تعذب. بنصحك ما تضلي هون، الوقت تأخر كتير وما رح تلاقي تكاسي بهذا الوقت. فما ضل غير تروحي على رجليكي، وانت كتير تعبتي معنا اليوم وما رح تقدري. يلا تعالي. عايشة مع عائلتك ولا لحالك؟ قلتي رح أتصل بأبي، مو؟ إيه صح. قال أنت بتشتغلي بأوتيلنا. صحيح. على أي سؤال بتقولي إيه؟ أسألك أسئلة وتقولي لا؟ لا تواخذني، بس أنا كتير خجلانة لأنك رح تعذب حالك وتوصلني على البيت. أنا مبسوط، ما في مشكلة ابنه. هالأماكن كتير حلوة. ايه حلوة، هادية ومريحة. الأحسن تنزلني هون. يسلموا. بيتك بهذا الشارع؟ ايه الشارع التاني، بس لا تتعب حالك، أنا رح أنزل هون. طيب إذا ما كان في عندك مانع فخليني وصلك على بيتك أحسن يعني. طيب. شكراً كتير إلك، تعبتك معي. لا لا ما في أي تعب، صحيح الطريق كان قصير بس أنا انبسطت كتير برفقتك. بتشكرك، تصبحي على خير. هزال؟ بابا؟ خلصنا متأخرين والسيد فورال وصلني. فورال ديمير أغلو. ديمير أغلو؟ أهلين سيد فورال، أنا بعرف عائلة ديمير أغلو منيح. أنت ما بتعرفني، كنت صغير لما اشتغلت أنا مع أبوك السيد طارق، إله فضل علي. بنتي ساوي قهوة للسيد فورال. سيد فورال تفضل اشرب عنا قهوة. شكرا، لا تعبوا حالكم، بيجي بوقت تاني. ما رح بلا تفضل، بيكون أحسن. ما بيصير. شكرا لك. يسلم يا رجل. لا لا، تصبحي على خير. تلاقي الخير. هزال مين ها؟ السيد فورال صاحب الأوتيل اللي منشتغل فيه. ليش لحتى يوصلك على البيت؟ راح من دون ما نضيفه شي. يا ريتك أصريتي عليه بنتي. بابا انتو فوتوا على البيت، أنا شوي وبلحقكن. بابا هلأ بيجي. مين هاد؟ شو صفته لحتى عم يوصلك على البيت؟ اهدى، شو صار؟ عم بسألك مين هاد؟ مين هو وليش لحتى يوصلك على البيت؟ خلصت الحفلة متأخرة وما كان في سيارة. وليش ما اتصلتي فيني؟ وليش ما اتصلتي بأبوك؟ كتير صعبة يعني؟ اتصلت بأبي، ولما اجيت اتصل فيك خلص شحن الموبايل، والسيد فورال أصر انه يوصلني وما قدرت ارفض. شو يعني ما قدرتي ترفضي؟ والله ما قدرت، كنان الزلمة صاحب شغلي. لك شو انتي الظاهر بدك ياني جن؟ صاحب الشغل بالشغل مو هون. بعرف، بس قلت لك شو صار. راح علي الباص ودورت وما لقيت تكاسي لأنه الوقت متأخر، كنت مضطرة وحرام الزلمة نيته صافية. لا أنا ما بعرف شي اسمه نيته صافي. الليلي هذا ما عنده شوفير؟ آه. ليش ما بعت شوفيره يوصلك لو كانت نيته صافية؟ ليش إجا هو بنفسه ليوصلك على باب البيت؟ أقسم بالله لو وصلت قبل شوي لكنت طالعت عيونه. بس مو هو الغلطان، أنت كيف بتركبي بسيارة واحد غريب؟ الليلي لشوف. آه طبعا سيارة حلوة، ليش لا تمانعي؟ لا تحكي كلامي بيجرح. كلامي بيجرح ما؟ رجال غني عم يوصل البنت اللي رح اتجوزها وبدك ياني ضل ساكت؟ لكيف بدي اسكت؟ فهميني هزال، ما تحكي. حبيبي والله القصة مو مثل ما مفكر، السيد فورال كان محترم كتير. آه
قلت لي محترم لكان. ايه ماشي هزال. طيب كنان استنى. تركيني كنان. ما رضي يسمعني أمي، كأني أنا كنت حابة أركب معه بالسيارة، بس أنا اضطريت أركب. يلي عمله كنان قليل، حمدي الله يلي ما زدت الخاتم. إيه برو لا تبالغي، القصة ما بدها هالقد. مزبوط معه حق يغار، بس هو بيعرفها لهازال. بنتي ما لها غلطانة. كنان لازم يفهم الموضوع. بيفهم بيفهم، هو بيحبك كتير ورح يتفهمك. يا عيني، شاب من عيلة ديمير أوغلو إجا بذات نفسه لعنا. يا سيدي هلأ اتأكدت إنه كل شي ممكن يصير. أمن الست جنان كانت حضرانة بالحفلة كمان؟ إيه. صدقيني لو كنت بعرف كنت إجيت وأخدتك أنا من هنيك وكنت فرجيتهم حالي. من سنين طويلة ما إجوا على الفندق، يا ترى ليش ليجوا هلأ؟ أه؟ على كلين بركي منلتقي معهم مرة تانية. وشو بدك تعمل لما تقابلون؟ رح أحكي، أكيد حذكرهم بحالي، بلكي بشتغل معهم مرة تانية. أنت ما خلص حبك لهالعيلة أبداً؟ ما خلص؟ هدول غير يا ملك غير شكل، يعني إذا فتنا بيناتهم وحطينا رجلنا بالشغل تبعهم رح تجي الرزقة. آخ آخ، يعني لو ما مات السيد طارق كنتوا ما شفتوني هون، كنت عيشتكن أحلى عيشة. أحلام أحلام. يا الله خلص بقى لا تقولي هيك، إذا الإنسان بده يعمل شي بيعمله. ليكي شو صار بعد سنين، وريز ديمير أوغلو إجا على باب بيتنا. والله ما كنت مصدق شوفه بمنامي. أنا رح نام، تصبحوا على خير. وإنتي من أهله بنتي. بنتي إذا رجعت إجت الست جنان اتصلي فيني فورا. بحاول. لا تقولي بحاول، رح تتصلي، ما رح ضيع هالفرصة.